بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أرحب بكم في دولة الإمارات العربية المتحدة على أرض إمارة الشارقة، وأشكركم جميعاً على حضوركم ومشاركتكم معنا في جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين. عندما أطلقنا هذه الجائزة مع شركائنا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أردنا أن نقدم أمثلة عن العمل الإنساني التنموي، أي مستدام الأثر، وعن المبادرات والأفكار التي تحدث تغييراً حقيقياً في حياة أناس أجبرتهم الظروف على الخروج من ديارهم وأوطانهم قسراً وقهراً. إن التعاون على الخير ومساعدة المحتاج قيم أصيلة في ثقافتنا العربية والإسلامية، وهي تشكل في الوقت ذاته جوهر رؤية الشارقة وقائد نهضتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، الذي يؤمن بأن حق الإنسان في العيش الكريم لا يجب أن يمس أو تغيره الظروف، وإن الإنسانية هوية واحدة لا تتجزأ ولا تختلف بين جغرافيا وأخرى أو بين شعب وآخر. إن كلمة لجوء تحمل معناها واستحقاقها، فعندما يلجأ شخص إلى شخص آخر فهذا يعني أنه اكتسب الحق في الحماية والرعاية، فما بالكم حين يلجأ إلى المجتمع الدولي والإنساني بقوته وإمكاناته وأعرافه وقوانينه. بهذه الحالة يصبح حقه واجباً على كل فرد ومؤسسة ومجتمع، وهذا الحق لا يقتصر على توفير الاحتياجات الأساسية للحياة فقط، بل ببذل المزيد من الجهد لمنع تفاقم الأزمات لديهم وتأهيلهم لبناء أنفسهم وأوطانهم حين عودتهم إليها. الحضور الكريم، كلما تأخرنا عن واجبنا تجاه اللاجئين كلما خسرنا ملايين الطاقات والعقول التي تنتظر من يرسم لها درباً جديداً للأمل. لم يعد الانتصار للاجئين ودعمهم خياراً، وإنما بات واجباً. لم يعد تعاوننا مؤسسات وأفراد رغبة وخطة، إنما بات ضرورة. هذا ما نسعى له في إمارة الشارقة، وهذا ما نلتقي اليوم لنجدد التزامنا به، وهذا ما نأمل أن يتحقق ويكبر في قلب كل إنسان على هذه الأرض. ما دمنا قادرين على العطاء فإنه ليس أمامنا ما لا يمكن تجاوزه. بالعطاء ننتصر لبقائنا، ننتصر لإنسانيتنا، بل نعمر الأرض. العطاء هو الفعل الوحيد الذي لا ينتهي ولا يزول، وإنما يتجدد مع أهله ولمن يستحقه. في الختام أجدد شكري وأمنياتي بالتوفيق للفائز في جائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين وكافة مؤسسات العمل الإنساني في العالم أجمع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.